السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عيالي أحييكم ويسعدني أن ألتقي معاكم اليوم في حلقة جديدة من برنامج عيالنا. أحييكم من القرية التراثية ويسعدني أن أقدم لكم شيء من الأول من أيام الطيبين. اليوم نتكلم عن العيون، عن الآبار، شلون كانوا أول يتسبحون، شلون كانوا يأخذون الماء، شلون كانوا يستعملونه، شلون كانوا يروون الماء من بير الماء أو من العيون إلى البيوت. حياكم الله معانا في هالحلقة وإن شاء الله تستمتعون بكل شيء بنقدم لكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. انتوا رديتوا السلام؟ بارك الله فيكم. أنا أكلم التلفزيون من أحد يسلم عليكم تردون عليه السلام، لأن اللي بيسلم بيحصل أجر واللي بيرد السلام بعد بيحصل أجر. عيالي الحلوين، عيالي الشاطرين، يا هلا ويا مرحبا بكم معنا في حلقة جديدة من برنامجكم عيالنا الحلوين. وانتوا اللي قاعدين على التلفزيون كل يوم بنقدم لكم شيء مال الأول، مال الناس الطيبين، زمن الناس الطيبين. ما سمعتوا عن الناس الطيبين اللي عاشوا قبلنا؟ أيام جدكم وجدتكم واللي قبل واللي قبل. البحرية كانت حلوة، كل أوقاته حلوة، زمان الأولي حلو والحين بعد حلو، بس الأولي في أصالة وفي أشياء كثيرة مع الأسف انقرضت الحين. إحنا حين تقدمنا وصرنا أحسن وأحسن، لكن بدأ أو في شيء داخلي هم موجود. الحين عيالي الحلوين بنتكلم اليوم عن بير الماي، عن الماي الأول. هل كان مثل الحين بطل الحنفية ويصب لك؟ لا، كانوا أول يحفرون بير الماي في البيت أو مثلا في المسجد أو في أي مكان أو في المزرعة أو في أي مكان، وبير الماي عشان يوصلون له يحفرون له مسافة طويلة، وفي أماكن يحصلون الماي جريب. فالماي عشان يشربونه وعشان يسقون منه الزراعة وعشان الدواب اللي عندهم مثل الأغنام والتكبر الحمير والبقر كله يشربون منه هذا الماي. الجليب هذه بعد يتوضون منه حق الصلاة، بعد يأخذون الماء يودون البيت. شلون يودون الماء البيت؟ تفضلي. سقاي. السقاي عندنا أول شيء لو بتشوفون الموجود هنا وراي، هذه بيبين، هاي يسمونه الكندر. يسمونه واللي يشيل الماء يسمونه راعي الكندر. راعي الكندر يقوم يحط اللوح مني ومني ومني بيب ومني بيب، يترس هذه ماي ويترس هذه ماي ويمشي هالشكل، يمشي ثقيل طبعا الماي، لين يوصل البيت اللي مطلوب يوصل له الماي، ويصب الماي وعقب يقوم يحط خط على الطوفه. يعني اليوم انا جبت كندر واحد او بس نص كندر. غير الكندر في بعد الجربة، تعرفون الجربة؟ شفت الجربة؟ مو الجربة هاي اللي تقول ترم ناو ترم ترم ترم، هذه هي الجربة، لكن هذه الجربة نفسها لكن يترسونها ماي. طبعا لها تفاصيل شوية غير، يترسون لها ماي ويحطونها على الظهر والحبل على الرأس، تمشي رعية الجربة هاي تتعب طبعا ثقل، وتوصل إلى الناس وتصبه، لين صبته تقوم بعد تسوي خط على الطوفة والله على الباب. كل يوم تحط خط خط. ليش الخط هذه؟ عشان تعرف اليوم كم وصلت، يعني عشان مثلا آخر الشهر والله عقب أسبوع تقول والله أنا جبت لكم من هالمرة هالأسبوع 7 مرات. التريب الواحد، الجرب الواحدة مثلا ربية يعني او نص ربيه، الجربه هذه في الاسبوع 7 ايام تعطوني 7 ربيات. رع الكندر نفس الشيء، بعد في يحطون بعد يريد هاللون، يسوون مثلا هاللون
وهاللون ويسوي له من نوع الفرض، يعني ينتف لنتفه ها، يعني امس واحد اليوم اثنين باشر بعد يسوي فرض، وعقب يحسب هذيله ويعرف الفلوس اللي له. من الاشياء اللي يحفظ فيه حقوقه مسكين. في بعد واحده ثانيه تجيب بعد ماي، شفتوا هاي البيب هذه تحط خلقه شيء على راسه متينه، وهاي ترسم ماي وتحطه على راسه وتمشي مسكينه للبيت وتصبه عند الناس المطلوب عندهم. الناس ايش في يصبون مايهم؟ يعني ايش بيحتفظون الماي؟ لا حين يبون لي ماي، احنا في بيت ها؟ في الحب. الحب تعرفون الحب؟ المصنوع من شنو؟ من الفخار. ليش من الفخار؟ عشان يحمي الماي من ناحيه، وعشان يحتفظ بروته عدل حتى تحصل الدياي تحت الحب. حصل ماي غير الحب، بس في الحب، الحب صغير، في شيء اكبر شو يسمونه؟ يسمونه ايه؟ حله. الحله ايه اللي هو الزير، يسمونه زير الماي، رفيع اللون وهاللون وترسم فيه بعد الماي. فهم يحتفظ يعني يكتفون طول اليوم بهالماي اللي عندهم، حتى اذا بتسبحون ها الحين الناس يتابون يتسبحون. هل يسبحون بالماي اللي عندهم في البيت؟ والله في مكان غير. في وين؟ وين؟ ما يروحون. اول كانوا يروحون عند البير مثلا يصبوا ماء، بس عقب تطورت الحياه شويه وصارت عيون. العين صوب مني حق النسوان وصوب مني حق الرياييل. هني مثلا في اربع ولفات يسمونهم لوالب او خمسه والله سته، وهني نفس الشيء. طبعا في ضرب بين الريال والنسوان، هذه بعيد عن الثاني ما حد يشوف الثاني. عيون الرياييل تسبحون هني تحت اللولب ويروحون، كل واحد واقف ترى يدوره. النسوان نفس الشيء بعد يروحون يتسبحون، ومع ذلك طبعا النسوان عليهم اب اكثر انهم يقصدون الثياب مال الاهل مال الزوج والاولاد وغيره، فتحط طشت. تعرفون طشت؟ تعرفون طشت ها؟ مو مال هم اللعود، هاي طشت يسمونه طشت. هاي الطشت بعد يحطونها على راسهم وتروح الى العين هنا وتيس تغسل الثياب صابون وغيره، صابون الاولي غير بعد صابون الثياب غير يسمونها، وبعد تعصرهم وتجيبهم البيت وتنشرهم في البيت. ها. هل البحرين مليان بالعيون؟ عيون ها؟ تعرفون اسم عين في البحرين مثلا مشهوره؟ عين عذاري. كلكم عارفين شن هي عين عذاري. عين عذاري كانت عذاري كبيرة، حتى في كل الخليج معروف أن البحرين مشهورة بعين عذاري. أنا على أيامي وأنا صغير سبحت في عين عذاري. طبعا الحين ما في ذاك النبع اللي أصلا كان ينبع من الأرض، كانت غزيرة وكانت في حتى أسماك، أسماك تحت نشوفهم ونغوص في الماء. وكنا إحنا أنا ساكن في الحد، كان المغرب يجينا باص يقول بيروح عذاري عذاري عذاري، نقوم نعطيه أظن تربية مرة ربيتين ونروح المغرب يودينا إلى عذاري، ننزل هناك بعيدة الحد حد عذاري بعيدة ها، ونتسبح ونستانس، عقب نركب مرة ثانية في الباص ويرجعنا. والناس يسووا كشتات. شلون الكشتة؟ شنو الكشتة يعني؟ الكشتة يعني الحط زولية. لا 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 الكشتة احنا شو نسميها الحين الكشتة؟ نقول بنروح كشتة يعني بنروح بحر؟ لا بنروح لا كشتة بنطلع. اي طلعة شنو طلعة؟ ها ها رحلة كشتة رحلة. اول علشان يسوون الكشتة يقومون يتحاططون. شلون يعني؟ يعني انت تبين شوية عيش، هاي تود شعير، هاي تود ملح، هاي تود مرشنو، هاي تود اربيان، هاي مرشنو ها ها، ويجمعونه ويودونه حتى يطبخون هناك ساعات في الكشت بعد، ويروحون يستانسون. بس احنا دائما نعلق نقول كشتة البنات، بسرعه يروحون ياكلون ويرجعون، بس يخلصون الاكل. لا الكشتة هي الاناس الفرحه، عندنا اماكن كثيره كانوا يروحون فيه الكشتة، ومن ضمنها يروحون العيون، عين عذاري وعين قصاري وعين مشعوم وعين القصاري، في عيون وايد في البحرين موجوده، فالناس كلها تروح هناك وتسبح وتستانس، مو بس عين واحده. والعين يعني الماي حلو، ومع ذلك في عيون تنبع في البحر. تصوروا عيون حلوة تنبع في البحر،
ليش سموها بحرين؟ لأن فيها وايد بحر. أيوة. مزيج بين بحر مالح وحلو، يعني الحلو ينبع، حلو ينبع من الأرض. لما الماء تروح في حالة الجزر الناس يروحون يتسبحون في هالماء يسمونه الشواشب. عندنا احنا في الحد عين يسمونه عين أم السوالي، عين أم السوالي، لأن راحت الماية نقوم نروح نمشي نمشي، ما في بحر ما في بحر، وديها وإنه باردة وانت سبت الحر وباردة وايد باردة، فليش تصير دافية؟ شيء من رب العالمين سبحان الله. وعقب ما تسبح من برودتها نروح نشوف لنا نقعة من الماء من البحر ونيلس فيه عشان تدفئ من البرودة. زين الحين بس نسأل على كيف نيلس للوقت اللي نبي ولا شلون؟ مو في الليل، قبل الليل. قبل لا المغرب. لا مو قبل المغرب. قبل قبل المد، قبل الماء يهتي، قبل البحر لا يغزر علينا. فنقوم واحنا راجعين، شوفوا الحياه شلون حلوه، واحنا راجعين نشوف يم الحصى في قواقع بحريه اللي هو الحويت، الكوز، الصقوع، ونجمع ونجمع هذه الاشياء هذه ونركض بسرعه بسرعه ونجيب البيت. عارفين الحويت؟ من عارف الحويت؟ ولا الكوز؟ الصقوع تعرفين، الصقوع موجودين، الحويت بعد مدورة هالشكل، داخلها بعد شيء تحرك. نقوم احنا نفوحه في الماي ونطبخه، وعقب شيء ناخذ إبرة ونقزه كذي وناكله لذيذ. حتى المحار بعد نلقى بعد محار بعد. إيه؟ لا هاي صبانة، لا هاي صبانة، هاي صبانة. تعرفون هاي الصبانة الصغيرة هذه؟ هاي الصبانة هاي يحطون ساعات يفرشون بالحوش البيت ساعات. حلو، لكن عاد قزز في الريول عاد، وناس يحطون ربل. زين. عندنا عيالي شيء مهم. لما تكلمنا احنا عن السقاي، الحين بنقرب الصورة أكثر. شو رأيكم؟ نشوف الفنان الكبير عبد الله ملك في أغاني أبو تعب وهو يقدم لنا صورة حلوة عن السقاية. يلي تبيع المال دخل لنا درامين، ليه حال طمها طم طمها طم. حاضل أنا حاضل، ما تقول لي ليش واقف، فلوس يا حلمة صايل ليش أهلين، فلوس يا حلمة صايل ليش أهلين، خلها عقب باكر يعني على الطوفة أخذ بعد خطين. ترسلي بق صغير، اي والله اشحن يجدوري، حاضر ونزاد من شوي، نعم اشحن بهالغوري. اه ترسلي بق صغير وري واشحن يجدوري، ان شاء الله ونزاد من شوي اشحن بهالغوري. عيالي احنا تكلمنا عن بئر الماي، عدل؟ مين يتذكر وهو يقرا القران الكريم قصة فيها عن بئر الماي؟ بيتذكر. تفضلي. قصة سيدنا يوسف. قصة سيدنا يوسف عليه السلام، تذكرونها؟ ايه. لين اخوانه اخذوه قصوا على ابوه وقصوا على النبي يوسف صلى الله عليه وسلم. ايه زين ما عليه، خلينا نقول عفشي حلو وحارفه هو، خلينا نقوله بالتفصيل. سيدنا يوسف عليه السلام ابوه يعقوب وعنده اخوان 11. اخوانه هذيل لانه هو وايد وسيم، شكله جميل حلو ويحب ابوه، يحبه لانه يحس فيه انه هو يعني غير عن اخوانه. فاخوانه غاروا من حسدوه، قالوا كله ابونا كله يحب اخون يوسف، كله يحب اخون يوسف، احنا خلينا نتخلص منه. سووا عليه مؤامره نتخلص منه. قال يقول واحد ايش رايكم نذبحه؟ قال لا ما نذبحه، ايش رايكم بس نقطه في دير ماي ما يدي. قال زين شلون نقنع ابوي؟ قال يقولوا له نحن خلي يروح معنا يلعب، ها وما بيقول لا، بنقول عقب شو مش فيه كلا الذيب.
بروحه وقالوا حق ابوهم خلي يوسف معانا يلعب يستانس، شكله قاعد في البيت هاللون خليه معانا يتعلم. قال لا 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 انا اخاف ياكل الذيب وانتم عنا غافلين، تروحون تلعبون والله شيء وتقفلون عنا. قال لا 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 يمكن نقفل عنا اخونا. قالوا ابوهم يلا خذوا معاكم تحملوا فيه. خذوا ودوا معاهم، ودوا معاهم سووا فيه الحين ما يبون اخوهم مهما كان اخوهم ما يبون يذبحونه. ايش قالوا ايش له؟ خلي نقطه في وين؟ في بئر مال الماي، وهناك في ناس وايد يجون البير عشان ياخذون ماي صح؟ بياخذونه المهم ان احنا ما نذبحه. خذوه وقطوه في بئر الماي. يعني تصور نفسك ان انت في بئر الماي، مو شويه بتحصل البئر، لا لا بئر الماي غزير، وايد غزير، ظلام وبيصير يمكن ليل. المهم الله سبحانه وتعالى حفظه زين في البيت، وراحوا وخذوا قميصه سووا فيه لب، خذوا دم مال حيوان والله شيء حطوا على القميص وقال يا ابونا ابونا ولا كل الذيب واحنا عندنا غفلين، وسووا روحهم انهم يصيحون وحزنانين. قال لا اكيد انت سويتوا في شيء. قال الله سبحانه وتعالى ان شاء الله بيجمعني معاه في يوم من الايام. المهم يا ناس مروا على البير شافوه خذوا معاهم، خذوه حصل الولد وراحوا عقب باعوه بثمن طبعا قليل، وقصه طويله. ابيكم عيالي تقرون سوره يوسف علشان تشوفون بقيه القصه، فيه وايد عبر، القران وايد فيه قصص حلوه وكلها معبر لانها من رب العالمين. زين عيالي احب نرجع نبي نختبر ذكائكم الحين. ها زين ايش معنى طقه ورده؟ ايش يعرفون؟ ها روحه ورده يعني طق ورد. ها روحه ورد صح. زين ايش معنى فلعه؟ فلعه فلعه تفضلي. ضربه في وين؟ ضربه في وين؟ في وين؟ لا ها ها في وين؟ في لعه على راسه الفلع في الراس. اي على راسه سلوقه سلوقه قير تبين تبين إيه شلون سلوقه؟ تبين راوي سلوقه؟ لا آه شكرا شكرا عفوا هاي سلوقه؟ لا هلو سلوقه شكرا سلوقه. زين زين ما عليه. يقول لك ما يمدح السوق الا اللي يربح فيه. تفضلي. يعني ما يمدح فلان الا لين عنده مصلحه. ايوه لان لا لان عنده مصلحه يقوم يقول هاي زين هالكذا هالكذا عنده مصلحه، لكن ما له مصلحه عشان ما مدح. زين بعد الحين يقول لك عنز لو طارت، عنز لو طارت. انا بقول لكم قصه صغيره عنه عنز لو طارت بس اسمعوا. في بعد في الحد قدام الحد شرق الحد منطقه يسمونها بوشاهين، حصى مرتفع ما يوصل له الماي ساعات ساعات يوصل له. هني كانوا واقفين ناس ويطلعون على بوشاهين اللي يقول واحد يا جماعه مو كنا على بوشاهين. عنز عنز شو ودي هنا بحار شلون توصل لعنز؟ اللي يقول واحد لا هذه طير. قال لا انا اقول لك عنز. قال اقول لك طير. قال اقول لك عنز. قام الطير وطار. قال طار هكو طار. قال يقول عنز لو طارت. شو يدل عليه هذه مخها؟ شنو عنز لو طارت؟ عنز
لو طارت شلون يصر انه هو عنز لو طارت طار بعد شلون يقول عنز هاي مخه شنو يعني معناه انسان متشدد ولا شلون شديد راس يابس يصر على الغلط ولو كان لو كان قدام الحقيقه بعد يصر على الغلط عنز زين بعد نقول طقني وبكى سبقني واشتكى طقني وبكى سبقني واشتكى نعم يعني واحد طقني إيه؟ عقب شو اسمه وبصراح عقب راح سبقني واشتكى علي يعني هو المعتدي إيه؟ يروح سوى جريمته وراح اشتكى عليه بعد إيه؟ وهو يصيح سوى روحه عدل صبوا ظلم يعني صفقوا حق روحكم كلكم شكرا جزيلا الله يعطيكم الصحة والعافية ونستون ونستوا اللي قاعدين تشوفون البرنامج اليوم نلتقي معكم إن شاء الله باكر في حلقة جديدة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.